القاك قبل الباب حق اللي بابا شغلك هنا، قال عمو انا متاني ابوي يجي. قلت له بابا ابوك ما يجي، قال لا 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 عمو لا ابوي ما يكذب علي. ابوي قال لي ارجو الوفاء. اختم بهاي الابيات للموفق داخل العقيلي، يقول لما دنت منها الوفاء يقول مددت يديها مددت رجليها واسملت يديها وقالت اشهد ان لا اله الا الله الباب. يقول واذا بها امرأة محدى ودبت الظهر كلها سوا، الحزم مغطيها ماخذها متربة متعبة. سيدتي تفضلي. يقول قالت لي باللهجة العامية، قالت شيخنا باكر وين رايح؟ قلت لها باكر رايحين للعراق. قالت لحلفك بالحسين باكر ان تروحون تمرون على الحسين. جنة عند زينب، زينب السلم عليك يا ابو علي والمبلغ فاضل. قالت هاي ورقة اريدها تلقونها بضريح ابو فاضل، وتقول لها هاي اختك انظلت بالغربة، هاي اختك اللي نسيتوها هناك وراحت. يقول انا فتحت الورقة لقيت بيها شبيها كاتبة، اخذوني وياكم يا ابن الحسين. اخذوني وياكم يم الحسين يم الحسين.